انضم إلينا الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. مرحبا بك دكتور أحمد. تعطل للخدمات العامة في مناطق عدة بإسرائيل استجابة للإضراب الذي أعلنه أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل. تأثير هذا الإضراب اليوم على لربما القرار السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بالمفاوضات. تأثير تحياتي أولا. التأثير الاقتصادي كبير جدا، يعني يفوق خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تفوق المليار وستمائة ألف دولار، يعني حوالي 6 ملايين شيكل. فالإضراب يعني صعب جدا يوقف الاقتصاد الإسرائيلي ويؤثر فيه. لكن المسألة هنا مش اقتصادية، المسألة سياسية. وكما قال رئيس السدروت إنه ما دام إنه إسرائيل الحكومة الإسرائيلية ترفض الذهاب إلى صفقة لأسباب سياسية، فأيضا هذا الإضراب يأتي لأسباب سياسية. ويبدو إنه المحكمة العليا استندت إلى ذلك بحيث إنه أوقفت هذا الإضراب. الآن هل يؤثر على إسرائيل، على حكومة إسرائيل من أجل الذهاب إلى صفقة؟ أشك في ذلك، لأنه أولا الحكومة الإسرائيلية عند جمهورها، الجمهور الإسرائيلي أو الشارع الإسرائيلي ليس شارعا واحدا، وهناك شارع آخر يميني أكثر تطرفا وأكثر تنظيما على فكرة، وهو يعني مع الحكومة. هذا أولا. ثانيا نتنياهو استطاع أنه يعني يواجه هذا الإضراب، إضراب الاستدروت قبل 7 أكتوبر عندما كان الجدل حول الإصلاحات القضائية أو التغييرات القضائية، وأيضا هذه المرة يمكن لنتنياهو أن يفعل ذلك، خاصة أنه نتنياهو بارع في الهروب إلى الأمام. يعني ممكن جدا أنه يعني يضعف هذا الشارع أولا من خلال تفتيته، وهو فعل ذلك. هناك هيئة من أسرى ذوي الأسرى ضد ذوي الأسرى نفسهم. ثانيا ممكن جدا يقوم لك بمذبحة، باغتيال، بتصعيد، فممكن جدا ينهي ذلك. فبالتالي رغم أنه هذا مهم، هذا الحركة الجماهيرية في إسرائيل مهمة جدا وقد تؤدي إلى نتائج، خاصة أنه السياسات الإسرائيلية عادة هي تسويات داخلية أكثر ما هي ضغوط خارجية، إلا أنه نتنياهو أعتقد أنه قد يمتص هذا الغضب أو يعني يفككه ويتجاوزه من خلال أمور كثيرة. لكن دكتور أحمد، ما ذكرته هي مؤشرات على أن هذا الإضراب اليوم هو إضراب مؤثر على السياسة الإسرائيلية وعلى الداخل الإسرائيلي اليوم في ظل السياسة التي تنتهجها. وقد ينظر البعض إلى محاولة إجهاض هذا الإضراب من خلال ربما الخطاب الذي وجهه وزير المالية الإسرائيلي إلى محكمة العمل الإسرائيلية لإنهاء هذا الإضراب على وجه التحديد. هو تم إنهاءه على فكرة قبل حوالي نص ساعة تقريباً بقرار المحكمة العليا، انه هذا الاضراب مش نقابي ولا عمالي ومش نزاع عمالي، هذا نعم هو سياسي، هذا ما قيل. نعم هو سياسي، وبالتالي تم ايقاف هذا الاضراب، وهذا على فكره جزء من اضعاف الحركه الجماهيريه الان، اضعاف الشارع هذا. ولكن شو سيدتي، يعني ناقش المساله باختصار ولكن بعمق. هذا التحرك الجماهيري منذ اكثر من 10 اشهر، وهو بيطلع كل سبت او كل عطله بيطلع بظاهر ضد نتنياهو، ونتنياهو عمليا لم يلتفت الى هذا الحراك. رغم حتى في حكومه نتنياهو هناك شد وجذب من اجل الذهاب الى صفقه، يعني هناك في اعضاء قليله ولكن في الليكود بدهم صفقه، هناك المنظومه الامنيه بدها صفقه. رغم كل ذلك نتنياهو مصر على سياسته انه هو لا يريد ايقاف هذه الحرب ولا يريد الذهاب الى صفقه الا بشروطه، وشروطه هي انه استسلام حماس، وشروطه هو استمرار الحرب، لان وقف الحرب عمليا يؤدي الى هزيمتين متلازمتين، هزيمه تكتيكيه بانهيار حكومته والذهاب الى انتخابات وربما يذهب الى هو نفسه الى محاكمات، وهزيمه استراتيجيه بمعنى انه اسرائيل تنهار او تنهزم امام محور ما يسمى بالمقاومه. وبالتالي نتنياهو عمليا مصر على ما يفعل، وكل مره بيجيب شروط تعجيزيه حتى لا يذهب الى تفاوض حقيقي، رغم انه في مزاج اسرائيلي كبير وواسع خلينا نقول للذهاب الى صفقه، وانه نتنياهو هو الكاذب وهو المضلل
والست اللي أتي بجثثهم مقتولين، هذا دليل على أنه أسلوبه في الضغط العسكري فاشل ولا يأتي بنتائج، إلا أنه نتنياهو ما زال قادر على التحكم والسيطرة والتشبث بالحكم، وعنده شارع يميني كما قلت منظم وعنيف ويدعمه جدا. دكتور أحمد، بالحديث عن الجثث الستة التي تم انتشالها، هل بهذه الحادثة من الممكن القول بأننا ذهبنا باتجاه إنهاء التفاوض بين إسرائيل وبين حماس، خاصة أن البعض يذهب بمؤشرات دلالة على ذلك؟ سيدتي، سؤالي جدا صحيح، وأضيف على ما تفضلت به للقول أنه ليس هناك مفاوضات حقيقة. إسرائيل عمليا تشتري الوقت بهذه المفاوضات، مفاوضات عبثية ومفاوضات من أجل مفاوضات، وهي جزء من استمرار الحرب على فكرة. يعني هذه المفاوضات لا تسعى إلى وقف الحرب، هي عمليا تشعل الحرب، هذا واحد. اثنين، نتنياهو عندما يشتري وقت هو عمليا يبتز أيضا الوسطاء. لاحظوا أن الحوار بين إسرائيل وأمريكا، التفاوض بين إسرائيل وأمريكا، مش بين إسرائيل وحماس مثلا، وهم بيفاوضوا كان التفاصيل والأمور المهنية. ولكن كما قال الحي، خليل الحي اللي هو مسؤول عن المفاوضات في حماس، قال كل هذا الكلام لا علاقة له بشيء، وأنه هذا الكلام لم يصل إلى نتائج، بالتالي هذه مفاوضات عبثية. ليه؟ إسرائيل عملية كما قلت تريد أن تشتري الوقت من أجل حصول إنجازات، اعتقالات حركة حماس أو اغتيالاتها أو كسر الوعي الفلسطيني. ولكن أي نسألني أكثر من ذلك، أنا نتنياهو يريد أن يدير مفاوضات يتم فيها القول أنه حماس مهزومة وإسرائيل منتصرة وهي التي تفرض الشروط، ممنوع حماس تفرض شروط. وعلى فكرة هذا الموقف تبنته أمريكا طولة الوقت، أمريكا تشيطن حماس وتقول عنها هي التي ترفض الصفقة، رغم أنه حماس كانت أنا بدي الصفقة وأعلنت في 2 يونيو أنه هي مع الصفقة، ولكن لا أحد يصدقها ولا أحد يريد أن يصدقها. ليه؟ عندما تشيطن حماس وتقول أنها هي ضد الصفقة، إذن معناته متاح ضربها، متاح ضرب الشعب الفلسطيني، متاح تحويل المذبحة إلى خبر يومي، وبالتالي ليس هناك مفاوضات بالمعنى الحقيقي. هناك تكتيك تفاوضي يهدف إلى كما قلت شراء الوقت وتعميق الضغط العسكري ومحاولة هزيمة حماس من الداخل. نعم، لكن دكتور أحمد، إذا كانت إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب، ما الذي تريده اليوم من توسيع الجبهات على نفسها؟ بمعنى اليوم إضرابات عملية في الداخل، وأيضا هنالك احتجاجات لأهالي الرهائن الإسرائيليين، أمريكا في الكثير لربما من ردود الفعل الإسرائيلية قالت بأنها لا تعلم بها، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية على بعض دول المنطقة. توسيع الجبهات بين لبنان والداخل وقطاع غزة والضفة الغربية، ما الذي تريده من كل هذه المرحلة اليوم؟ أولا قبل الإجابة على ذلك، وهو سؤال مهم جدا، بدي أحكي عن دور أمريكا. أمريكا عندما تقول لها لا علم لها، هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق. لا يمكن لإسرائيل أن تفعل شيئا دون إعلام أمريكا. أمريكا شريك وليس وسيط على فكرة، وهذا أيضا جزء من لماذا التفاوض عبثي، تكتيك عبثي، لأنه أمريكا ليست وسيطا، هي شريك، وبالتالي تصبح المفاوضات كلها عبثية، وهذا استمرار للكلام اللي قلته قبل قليل. نعم. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل لماذا توسع الجبهات؟ إسرائيل عمليا تريد أن تستغل بين قوسين مظلومية 7 أكتوبر من أجل أن تنهي كل ما خسرته بعد 7 أكتوبر. لهذا السبب هي تريد أنه تحبط أو تنهي حل الثلثين على طول، بالتالي بالهجوم على شمال الضفة الغربية، وهذا فتح جبهة جديدة بحيث أنه خلص تهجر الناس، تنهي السلطة الفلسطينية، ترسخ الاستيطان، وما فيش تسوية سياسية، في تسوية أمنية، العودة للاحتلال كما كان قبل سنة 1994، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وكل واحد له إدارة جديدة ومختلفة. هذا جزء من القصة. اثنين، أيضا هي تريد أن تغلق ملف حزب الله بطريقة سياسية بضغوط أمريكية وفرنسية أو بجهد بضغط عسكري. طبعا إسرائيل حتى اللحظة لا تريد أن تدخل هذا الأمر لأنه هذا مخيف بالنسبة لها أيضا. لهذا السبب هي تريد أيضا أن تنهي التهديد اللي بشمال جنوب لبنان. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بالقرب من تهديدات، وهي أيضا تريد أن تغلق ملف إيران.
ولهذا السبب ممكن جدا هي تهدد بحرب اقليميه لاغلاق ملف ايران، لانه ايضا اسرائيل لا تستطيع ان تعيش بالقرب من تهديدات وجوديه، نعم فبالتالي هي تريد ان تسيطر، وهل لهذا السبب هي تفتح كل هذه الجبهات. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، شكرا لك.